بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من ارض الممنوعات ومسرح الاحلام معرض غصن الزيتون. النهارده بنقدم لكم فاكهه الالوان، فاكهه الالوان اللون السماوي. سمعنا كده ان في ازمه في اللون السماوي، وان في ناس كتيره قوي من جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه بتسال على اللون السماوي. النهارده الحمد لله في ارض الممنوعات الممنوع اللي مش هتلاقيه بره في اي حته، هتلاقيه عندنا هنا في معرض غصن الزيتون اللون السماوي. وموجود منها كل الفئات، موجود منها السوبر بلس اس زد العربيه الكامله، وموجود منها البلس العربيه الفامي، وموجود منها العربيه العاديه. اللون السماوي الان متوفر في معرض غصن الزيتون ارض الممنوعات ومسرح الاحلام. اول حاجه كده نبتدي بالعربيه السوبر بلس اس زد موديل 2022، العربيه الكامله اللي اكتسحت السوق، العربيه اللي ملهاش منافس، العربيه اللي ابهرت الجميع، العربيه اللي كل الناس بتيجي تاخدها من جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. العربيه اللي موجود فيها طعم جانتي وكاوتش عريض وشريط لاصق في الجنب، الشريط الاسمر الجميل المميز السوبر بلس اس زد موديل 2022، وموجود فيها ذواق كهرباء بالزراير، وموجود فيها ذواق كهرباء بالريموت، ومنظومه امان كامله متكامله، سيفتي كامل في العربيه، منظومه امان ضد السرقه. وموجود فيها الشاشة زي ما احنا شايفين كده، الشاشة اللي موجود فيها خدت بالك مكان الفلاشة اسفل الشاشة، وموجود فيها الكاميرا الخلفية زي ما احنا شايفين كده ورا، برضو الكاميرا الخلفية، الكاميرا الخلفية اللي بتوضح لك كل حاجة وانت راجع لورا، الكاميرا الخلفية. زائد بقى موجود فيها خدت بالك السنتر الكامل في العربية، أربع أبواب تقدر تنزلهم وتطلعهم بالريموت، يعني بضغطة واحدة على الريموت تقدر تقفل جميع أبواب العربية، وبضغطة واحدة تقدر تفتحها. زائد بقى أهم ميزة في العربية إن الأبواب متعدلة جاهزة، تقدر تفتح الباب خدت بالك جاهز، مش محتاج إنك تروح عند أي حد سمكري أو خدت بالك أو حداد إنك تعدل الأبواب خدت بالك وتركب صواميل أولا في الجراب، لا الابواب متعدله جاهزه زي ما احنا شايفين كده، الجراب لا راكب فيه صاموله ولا راكب فيه مسمار ولا اي حاجه، الباب متعدل جاهز تقدر تفتحه. دي السوبر بلس اس زد موديل 2022، العربيه الكامله متوفر منها كل الالوان، والنهارده الحلقه دي معموله عشان خاطر اللون السماوي فاكهه الالوان. زي ما احنا شايفين كده الفوانيس الليد الاماميه، الفوانيس الليد الاماميه اللي بتبين لك كل حاجه في الضلمه، بتبين لك الابره في كوم القش وانت ماشي بالليل مش محتاج اي اضاءه، الفوانيس كفايه عليك، الفوانيس الليد الاماميه اللي موجوده فوق وتحت، فوانيس ليد اماميه في العربيه السوبر بلس اس زد موديل 2022 الاصدار الرابع، العربيه الكامله اللي اكتسحت السوق. زي ما احنا شايفين كده قلنا ان الابواب متعدله جاهزه، السوبر بلس اس زد موديل 2022 الاس زد العربيه الكامله اللي اكتسحت السوق. النهارده بنقدم لكم منها اللون السماوي فاكهه الالوان، اللون السماوي موجود الان في معرض غصن الزيتون، اي حاجه بتحلم بيها هتلاقيها. سمعنا ان في ازمه، قلنا ننزل لكم باللون السماوي فاكهه الالوان في معرض غصن الزيتون اللون السماوي. دي السوبر بلس اس زد موديل 2022، معانا بقى برضو العربيه البلس موجود برضو منها اللون السماوي، العربيه اللي موجود فيها الشريط المميز بتاع العربيه البلس زائد الفامي اللي مظبوط في الرخصه، الفامي مظبوط في الرخصه، زجاج ملون جانبي وخلفي في العربيه. زائد بقى عندنا خدت بالك زرارين كهرباء في التابلون، زجاج كهرباء تقدر تنزل الازاز وتطلعه بالزراير، دي العربيه البلس ودي اللي 2022 متوفره الان في معرض غصن الزيتون اللون السماوي فاكهه الالوان متوفر الان. دي بقى العربيه العاديه، لو انت عايز العربيه العاديه برضو اللون السماوي فاكهه الالوان اللي هي بدون اي كماليات، العربية اللي احنا عارفينها من سنة 70 موجودة برضو عندنا اللون السماوي. يبقى معاك كده التلات فئات، العادية والبلاس اللي هي بزجاج فاميه والسوبر بلاس اس زد العربية الكاملة، تلات فئات موجودين في اللون السماوي فاكهة الالوان متوفرين الان في معرض غصن الزيتون، والكمية اللي انت عايزها هتلاقيها، البلاس معانا والعادية والسوبر بلاس
زائد بقى اللون البستاج، لون البستاج برضه لون جميل ولون مميز، موجود برضه منه العربية العادية اللي هي بدون أي كماليات، اللون البستاج قلب الخصاية، زائد العربية الكاملة اللي هي السوبر بلس اس زد موديل 2022 في اللون البستاج، العربية اللي أبهرت الجميع برضه متوفر يبقى منها اللون البستاج في العربية الكاملة، كل حاجة متوفرة الآن. السوبر بلس اس زد موديل 2022 الاصدار الرابع والاصدار الخامس، الاصدار الخامس اللي هي بالبصمه، بالبصمه معانا دلوقتي البصمه خطاك في الاصدار الخامس، السوبر بلس اس زد موديل 2022 العربيه اللي موجود فيها البصمه الاصدار الخامس زي ما احنا شايفين كده، زائد الاهم برضو حاجه خطاك موجود فيها الباسورد، العربية موجود فيها باسورد زي ما احنا شايفين كده، تقدر بالباسورد اللي انت عارفه انك تفتح العربية خدت بالك وتشغلها بالباسورد او بالريموت، يبقى العربية الاصدار الخامس شغالة معاك بالريموت او بالباسورد. دي العربية الكاملة السوبر بلس اس زد موديل 2022 الاصدار الخامس اللي هي بالبصمة، وبرده الاصدار الرابع اللي هي بالريموت، كل حاجة متوفرة الآن. العربية السوبر بلس اس زد موديل 2022 اللي بالريموت اللي موجود فيها الشاشة والكاميرا والجنط والكاوتش والفوانيس الليد الأمامية والكاميرا الخلفية، يبقى متوفر معاك دلوقتي اللون السماوي واللون البستاج، وزي ما احنا قلنا لحضراتكم ان البيع نقدا او بالتقسيط المريح، والتقسيط بصورة البطاعة الشخصية انت واي ضامن معاك، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول بدون استعلام وبدون اي اجراءات بنكية وبدون اي اجراءات معقدة، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول، تقسيط مباشر وتسليم فوري وانت واقف في الحال. اما بخصوص الناس اللي محافظات بتاعتها قافلة ترخيص زي الدهلية والشرقية والغربية والمنوفية والاسكندرية، المحافظات اللي قافلة ترخيص العربيات السوزوكي فان الجديدة، احنا هنا ممكن نرخص لك العربية الجديدة، نلخص لك العربية الجديدة ونسلمك ترخيص 3 سنين وتوكيل مفتوح بالتجديد والترخيص، بالتوكيل ده وقت تقدر انك تبيع العربية او تشتريها لنفسك او تجددها وترخصها مدى الحياة بدون ما تحتاج للشخص اللي انت مرخص العربية باسمه، بالتوكيل تقدر تعمل كل حاجة، توكيل ساري حتى بعد الوفاة، توكيل بالبيع والشراء والتجديد والترخيص ورخصة 3 سنين، هنسلمك العربية مترخصة جاهزة رخصة 3 سنين وتوكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. ده بخصوص الناس اللي المحافظات بتاعتها قافلة ترخيص في سوزوكي فان، يعني كل حاجة متاحة الآن، كل اللي عليك انك تحلم واحنا نحقق لك حلمك في معرض غصن الزيتون ارض الممنوعات ومسرح الاحلام، بنقدم لكم كل جديد. الناس اللي بتتكلم عن أزمة في اللون السماوي بنقول لهم متوفر الآن في معرض غصن الزيتون اللون السماوي بجميع فئاته العادية والبلس والسوبر بلس، متوفر الألوان البستاج برضو والفراني والنبيتي والأبيض والأحمر، كل الألوان متوفرة، وقريبا إن شاء الله هنجيب لكم برضو اللون الأصفر لأنه لون جميل ومميز واختفى من السوق، إن شاء الله هنوجده في القريب العاجل. يبقى انت دلوقتي معاك جميع الالوان، اللي محتاج اي لون هيلاقيه بالفعل اللي هو عايزها سواء كانت عادية او بلس او سوبر بلس اس زد موديل 2022، العربية الكاملة اللي اتسحت السوق، العربية اللي ملهاش منافس، كل الالوان متاحة في معرض غصن الزيتون. اللون السماوي متوفر الان، فاكهة الالوان اللون السماوي من معرض غصن الزيتون ارض الممنوعات ومسرح الاحلام، كل حاجة متاحة، وقلنا البيع كاش او نقدا او بالتقسيط المريح، والتقسيط بصورة البطاعة الشخصية انت واي ضامن معاك، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول، وانت واقف تدفع وتمضي من اي حتة تكون، من اي حتة داخل محافظات جمهورية مصر العربية، هتدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول بدون اي استعلام وبدون اي ضمانات بنكية وبدون اي اجراءات معقدة، تقسيط مباشر وتسليم فوري وانت واقف على طول من ارض الممنوعات ومسرح الاحلام معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.